أحييكم من مأكولات حكاية الشام في الكرادة داخل مقابل مقهى رضا بن علوان. عندهم أكلة مختصة بس بهذا المطعم اسمها ماريا. أريد ماريا، جيبوا لي ماريا. أجت ماريا. هاي ماريا؟ هاي ماريا. الله، ماريا لحم. وأريد ماريا ثانية. وهي ماريا دجاج. هاي ماريا دجاج. وهي فينجر عاشت ايدك. يا بصفوا النية ترى، هاي ماريا يعني راحوا مليان لحم بمأكولات حكاية الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبوا الحار ولحم عجل عراقي، وتحياتنا لماريا واحلى رمال. هذا لحم عجل عراقي ما صار دجاج او هذا البندر. الماريا تكون عندنا من معدنوس بصل وصوص خاص فينا. أصلاً ما عنده بس الرمان. تعال كلام. شنو هي المواد بيها؟ الصلصة الخاصة فينا، معدنوس، بصل، ودبس الرمان. عاش جيدك. هاي الماريا اللحم. والماريا الدجاج نفس الشيء. ماريا الدجاج، الصوص الخاص فينا وياها جبن. جبن بيها. ودرك. عاش جيدك. أحلى وأشهى المأكولات، مأكولات حكاية الشام، الكرادة داخل. واحلى رماش. اطلب ماريا وما تخسرها.